لا لا انت مات هذا الولد هذا يا سيدي انا مات هذا الولد هذا ولدي ما يقتلش ولدي انا عارفه وانا مربيه بيدي ما يديرهاش راه حطوا عليه باطل تبارك الله على التربية ديالك ولدك راه قتل لي صاحبي وكان يقتلني حتى انا انت اللي شهدتي بولدي الله ياخذ فيك الحق لقيتي يدير الناس غير وحكرتي عليه دوي حكرتي عليه باطل طلق مني هذا منين صدق عليا الله منين منين طلقي واش انت مريضه ولا شنو راه حنا في كوميساريه بلاصه ما تجيش تخرجي في عينيك تري عاودي ترابي لولدك ولا عاودي راسك انتي نيت ترابي كل الولد طلع هكا مالك فهمتيش هاد الشيء اش واقع مال هادي موجات كتغوت هجمت على عمر بحال الا هو اللي داير المشكل دابا واش ولدها قتل الراجل وجايه هي كتغوت ما فهمتش ترابي مزيانه شوف اسيدي هاد الصنطه حيدت عند هاد البشر ليش جاي ليش؟ ليش جاي؟ في عمرك سولتي فيه ولا عرفتيه؟ تال دابا لا 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 حشومة تمدي يدك على الراجل ما دوني اسمعك خصك راسك كنهضر معاك ولدك تشد بالحبس هاللي شد فيها هو